نشرة الأخبار من يو تي في، أهلا بكم. يحيي العالم في 30 من آب كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، بينما يشهد العراق مطالبات بالكشف عن مصير المغيبين والمفقودين في مناطق مختلفة من البلاد منذ سنوات طويلة. ينظم ناشطون ومنظمات محلية ودولية بحضور ذوي الضحايا وقفات احتجاجية يدعون من خلالها الحكومة إلى بذل جهود أكبر في سبيل الكشف عن مصير المغيبين عبر إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة للوصول إلى آلاف الأشخاص الذين اختفوا بظروف غامضة في السنوات الماضية، خصوصا خلال العمليات العسكرية لتحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. هذا ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق إلى العمل الفاعل والمنسق من أجل منع إخفاء الأشخاص، مشددة على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين. وقالت اللجنة في بيان أن كثيرا من الأشخاص أصبحوا في عداد المفقودين جراء جولات مختلفة من النزاع المسلح في العراق، ولا يزال عدد لا يحصى منهم مجهولي المصير، مشيرة إلى أنها وثقت 618 حالة إخفاء جديدة ما بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضي، فيما جرى إيضاح مصير ومكان وجود 208 أشخاص. في هذا الشأن جدد رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر الدعوة إلى الكشف عن مصير آلاف المخفيين قسرا إبان الحرب على الإرهابي في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق شمال بابل وحزام بغداد. قال الخنجر في تدوين على موقع أكس أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري تضع مجلس النواب أمام مسؤولية سن تشريعه باعتباره جريمة مستقلة، مؤكدا أن معرفة مصير الضحايا وتعويض المتضررين جراء تلك الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها مسؤولية وطنية وإنسانية وأخلاقية تتطلب وقفة جادة من مؤسسات الدولة كافة. اجتماع رباعي احتضنه قصر دولما بخش التاريخي في مدينة اسطنبول بمشاركة مسؤولين من العراق وتركيا وقطر والإمارات لمناقشة آليات الشروع بطريق التنمية الاستراتيجي في ظل مساعي بغداد للمضي بتفاهمات وشراكات اقتصادية بعيدة المدى على المستوى الإقليمي والدولي عبر سلسلة خطوات تؤسس لتحول العراق إلى ممر رئيسي في طريق التجارة العالمية. يمضي العراق ومعه ثلاث دول في مشروع طريق التنمية، خطوات عملية على الأرض وضعها وزراء أربع دول في اجتماع وزاري عقد في تركيا وناقش آلية مشتركة لربط الشرق بالغرب. المشروع العابر للحدود والمشاريع المنافسة له حظيت بنقاش المجتمعين في قصر دولما بهجة بمدينة اسطنبول. الدول المؤتلفة تدرس وتخطط وتريد تحصينه من مخاطر متوقعة في حال تقويضه مصالح دول أخرى غير مساهمة فيه. أو ما تمخض عن اجتماع اليوم هو إقرار الحوكمة أو إدارة المشروع من خلال تأسيس كيان تنسيقي وكذلك هيكل إداري تنبثق من عنده ثلاث مستويات. المستوى الأول هو المستوى الوزاري على مستوى وزراء الدول الأربعة، المستوى الثاني هو المستوى التنسيقي على مستوى المدراء العامين، والمستوى الثالث هو المستوى الفني للفنيين والخبراء والتنفيذ. يعول العراق ومثله دول في المنطقة على طريق التنمية لربط أسواق القارة الصفراء بأوروبا عبر طريق استراتيجي يبدأ عراقيا من ميناء الفاو الكبير وينتهي عند أوروبا عبر تركيا، وينفذ المشروع عبر مراحل تنتهي الأولى منه عام 2028 والثالثة عام 2050. بالنسبة إلى المشروع هو ثمين وقيم جدا، هنالك مسارات أخرى لأن هذا المشروع لا يضطر إلى أخذ حمولات أو شحن من مسارات مشاريع أخرى. الأمور تتطور، فربما البلدان والعالم بحاجة إلى مسارات جديدة وبحاجة إلى مسارات كهذه للربط بين الشرق والغرب. هنالك مسارات موجودة للربط بين الشرق والغرب، ولكن هذا المسار يختصر الوقت وكثيرا من الجهد. هذا الطريق طوله 1200 كيلومتر في العراق،
و2100 كيلومتر في الشطر التركي، أي أن مجمل طوله يبلغ 3300 كيلومتر، فهناك آلاف الكيلومترات في السكك الحديدية والطرق في أوروبا. بعيداً عن العراق وتركيا، تدخل كل من قطر والإمارات في استثمارات كبيرة بالمشروع الاستراتيجي من خلال تعاقدات لتطوير موانئ العراق وبنيتها لتكون ممراً تجارياً عالمياً بعد توقيع مذكرة تفاهم رباعية قبل أشهر للتعاون في طريق التنمية. خطوة جديدة تمضي بها بغداد من اسطنبول هذه المرة نحو بناء شراكات اقتصادية كبيرة عبر طريق التنمية الاستراتيجية. اجتماعات وتفاهمات من شأنها استثمار موقع العراق الجغرافي للنهوض به تنمويا واقتصاديا. حسين العمر، UTV، اسطنبول. في أخبار أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي اكتمال جميع الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني، مبينا أن الأحد المقبل سيشهد انطلاق عملية حصر وترقيم المباني والمنشئات في عموم العراق والتي ستستمر شهرين. ستنطلق يوم الأحد المقبل الأول من أيلول شهر التاسع عمليات الترقيم والحصر، هذه التي ستستمر على مدى شهرين 60 يوما، تشمل كل محافظات العراق بكل تفاصيلها. حقيقة الفترة الاستعدادية لدينا لم تتجاوز السنة ونصف بكل تفاصيلها، يعني من منتصف 2023 دخلنا الاستعدادات، وهذه السنة أيضا قبل نهايتها يكون تنفيذ التعداد. ولذلك التحدي الأهم والأبرز والأصعب كان هو تحدي العامل الزمن، عامل الوقت، والتحدي الآخر حقيقة ميدانيا أتحدث هنا كان ارتفاع درجات الحرارة في يوم نفذنا التعداد التجريبي. مع بداية العمل شهدت درجات حرارة ارتفاعا ملحوظا في معدلاتها، وصلت أو ناهزت 50 درجة مئوية، بالتالي هذا حقيقة سبب صعوبات كبيرة في العمل، لا سيما في المناطق المفتوحة، في المناطق الريفية ذات المسافات الشاسعة. يتطلب من الباحث أن يقطع المسافات هذه سيرا على الأقدام، هذا بطبيعة الحال عرض عدد من الباحثين والباحثات إلى الإصابة بضربات الشمس، يعني اضطرينا إلى نقلهم إلى المستشفى. إذن بمشاركة 25,000 شخص ستنطلق عملية حصر وترقيم المباني والمنشآت في الأول من أيلول المقبل. العملية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط تأتي كأولى الخطوات الفعلية الخاصة بإجراءات تعداد السكان العام والمزمع إقامته في 20 تشرين الثاني المقبل. الأول من أيلول المقبل ستنطلق أولى مراحل التعداد السكاني العام، عملية حصر وترقيم المباني والمنشآت والتي تعد الهيكلة التنظيمية الأساسية للتعداد السكاني. عملية الترقيم والحصر حقيقة هي راح تتضمن عملية ترقيم الدور والمباني والمنشآت في عموم العراق في إطار رسم مسارات عمل الباحث وفق نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى أنه ستعطينا بيانات مهمة أيضا عن طبيعة السكن في العراق. عمليات الحصر والترقيم ستوفر كخطوة أولى معلومات مثبتة عن عدد الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية والتجارية والحيازات الزراعية في العراق، والأهم هو عدد الأسر الموجودة داخل هذه البنايات وطبيعة الأنشطة التجارية التي تمارس داخل المباني الصناعية والتجارية. أما النازحون فسيتم التعامل معهم بالمثل تماما مع من يسكن في داره ومحافظته. عمليات التعداد تشمل النازحين اللي هم متواجدين حاليا، الذي تبقوا منهم في المخيمات النازحين، كل هؤلاء يشملون في عمليات الترقيم والحصر وعمليات العد السكان. كل المتواجدين والمواطنين الموجودين داخل حدود الجغرافية سيتم شمولهم بالعد. عمليات الحصر والترقيم ستوفر نصف البيانات المطلوبة في إجراءات التعداد السكاني العام، والذي سيكون مكملا للتفاصيل المتوافرة جراء الحصر والترقيم. 25,000 متدرب أصبحوا جاهزين لعمليات الحصر والترقيم والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل، وتعتبر أولى الخطوات الفعلية الخاصة بالتعداد السكاني العام. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. يصطدم قرار مجلس الوزراء رقم 230 لسنة 2022 المتضمن تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى سكنية، يصطدم بقانون يمنع تحويل الملكية إلا بعد الرجوع إلى المالك أو المتصرف الأصلي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بعد قرار مجلس الوزراء بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني لغرض توزيعها إلى المواطنين، تصطدم الدوائر المختصة بالقانون 117 والذي يلزمها بالعودة إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسميا قبل أي إجراء. خمس مراحل تحتاج إليها بلديات بغداد وأمانة العاصمة لإتمام عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ومن ثم توزيعها على المواطنين. تتضمن المراحل الثلاثة الأولى والتي تم إكمالها جمع بيانات الأراضي وإحصائها وتهيئة التصاميم القطاعية لها، لكنها اصطدمت بضوابط القانون 117 الذي يوجب الرجوع إلى المالك أو المتصرف بالأرض قبل أي إجراء. فاليوم احنا انجزنا المرحلة الأولى، المرحلة الثانية المسوحات وإعداد حدود الأراضي وجردها وتفصيلها بالكامل، المرحلة الثالثة التصاميم القطاعية أيضا انجزت، لكن عندنا مشكلة بحل الأراضي الزراعية كون انه هذه الأراضي الزراعية تحل وفق قانون 117 لسنة 70. تعليمات الموضوع من قبل الوزارة كانت شديدة جدا وصارمة. تحويل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها إلى سكنية وتوزيعها إلى المواطنين إجراء أريد به حل أزمة السكن، والذي يمكن أن يكون فاعلا في حالة تنظيم هذه المناطق بشكل يتناسب مع تصميم المدينة العمراني الذي تشوهت معالمه كثيرا في الفترات السابقة. فيحل ليش ما يحل؟ يحل من الأزمة. إذا كانت أراضي نظامية، تخطيطها نظامي، شوارعها، كهربائها، مجاريها، مياهها تكون نظامية، لا تحل من أزمة السكن. رغم أن هذا القرار يقلل كثيرا من مساحات المدن الخضراء القليلة أصلا بسبب التجاوز عليها، فإن توفير قطع أراض سكنية للمواطنين قد يعد أحد الحلول المطروحة لأزمة السكن من خلال تكييف أوضاع المتجاوزين وغلق هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع استخدامه انتخابيا مع قرب كل انتخابات. حيدر البدري، UTV، بغداد. تسبب مشروع متلكئ منذ سنتين لنقل المياه الثقيلة في إغلاق المدخل الرئيس لخمسة أحياء بالجانب الأيسر لمدينة الموصل بعد أحداثه حفرا كبيرة داخل الحي، وسط مخاوف من السكان من تسببه في سقوط أطفالهم، خاصة بعد تسجيل حالة وفاة بسقوط أحد العمال بهذه الحفر. منذ نحو عامين والمدخل الرئيس لخمسة أحياء أيسر الموصل مغلق بسبب تلكؤ مشروع مد الخطوط الناقلة الثقيلة لمجاري نينوى المحال بقيمة 81 مليار دينار. تلكؤ تسبب في تعطيل الحياة في هذه الأحياء التي أغلقت فيها المحال التجارية نتيجة توقف الحركة المرورية للمركبات. وهذا المشروع تقريبا صار له سنتين، أكثر من سنتين متلاكئ، ماكو أي شغل، يجون يشتغلون شوية يروحون شهر شهر وشوية، واليابا ليش تعالوا اشتغلوا، يقولون ها والله فلوس ما يصرفوننا بهاي العبارة. ودع قلت هاي قدام عينك، دق العالم تبهدل تتخش مرات. تسبب المشروع في حفر كبيرة عند مدخل الحي والذي أدى إلى وفاة أحد العمال في وقت سابق، ورفع المخاوف لدى المواطنين من سقوط الأطفال في هذه الحفر، خاصة مع قرب بدء موعد العام الدراسي. هسه صار كل مكب مع النفايات ونقر، ويومية واحد ميت فيه. قبل شهرين ثلاثة شخص بالمشروع مات. هسا عندنا اطفال، احنا راح تبدا المدارس، زين مين يعبرون يرحم والدك؟ انت صور عن نقر هنا البي والانقاذ والوسخ والمزابل. مديريه المجاري في نينوى من جانبها تعزو تلكؤ العمل في المشروع الى احالته من بغداد الى احدى الشركات المتلكئه، وانها لا تمتلك سوى توجيه الانذارات فقط لكونها جهه مستفيده. هناك تأخير واضح من قبل الشركة المنفذة، تم توجيه عدة إنذارات والحث على العمل. كمديرية مجاري نينوى تخلي باعتبارها جهة مستفيدة. تلكؤ مشاريع المجاري التي تنجز في الموصل ترمى كرته بين دائرة المجاري والحكومة المركزية، ولا تزال الموصل بانتظار إنجاز مشروع واحد من عشرات المشاريع التي أحيلت منذ عقود. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. أيضا الإهمال في منطقة العروبة حول نهر الخاصة إلى مستنقعات وبرك تستقطب الأفاعي والعقارب والخنازير،
بالإضافة إلى تلال القمامة المنتشرة في هذا النهر والتي سببت انتشار الأمراض في هذه المنطقة. قلب كركوك والمنطقة التي تتوسط هذه المدينة المحاذية لنهر الخاصة تعاني الإهمال وتراكم النفايات، وأصبحت مكانا آمنا للقوارض والأفاعي وحتى الخنازير. حي العروبة، المنطقة التي لم تزرها الخدمات، يختنق سكانها يوميا برائحة أكوام النفايات التي تمتزج بين تعفن بقايا الذبائح ومخلفات المناطق الأخرى. عندنا هسه احنا هسه هاي الخاصه، شوف انت شوف يعني هاي الخاصه بها يعني اشكال من افاعي من عقارب. والله عندنا اطفالنا يوميه، مو يوميه، بين فتره وفتره نوديهم المستشفيات في اخر خاصه بها اشكال، بها اوساخه، بها برك مائيه، بها يعني شغلات مو زين، اوساخ. شوف هذا الجسر يم جنب الخاصه، هذا كل انقاض، كل كركوجه يذب بها، من جلود، من انقاض، من ركام. بعدما اصبحت مجمع للأنقاض واحتوت على تلال من الأوساخ، اكتملت جميع مقومات استقطاب القوارض والأفاعي والخنازير، بالإضافة إلى العنصر الذي لم تخلو شوارع المدينة منه وهو الكلاب السائبة. معاناة الخاصة ومستنقعاتها وما تحوي تكرم من كلاب سائبة ليل نهار، والحشرات والأفاعي والقوارض يعني متأذين منها بشكل، واحنا يعني والله يمكن القرية انظف من عندنا، يعني معاناة هاي الروايح مال تكرم الحلال والخانات يعني فد مرة احنا مهملين، وامراض تصيب اطفالنا بشكل مو طبيعي، امراض كبير صغير. كل هذه المعاناة يسردها لنا سكان العروبة على امل الاستجابة لهم والالتفات الى هذا الحي الذي يعاني الاهمال من الناحية الخدمية، ويضاف إليها التلوث البيئي الذي سبب أمراضا كثيرة للأطفال والكبار. ما ترونه خلفي ليس مجرد نهر عادي، فهو محمية طبيعية للأفاعي والخنازير والكلاب السائبة وبقايا الذبائح المتفسخة. من كركوك عمار حامد، يو تي في. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.